إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان، متى أبدأ؟ جزاكم الله خيرا. بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم هي العشر الأواخر من رمضان، صلاة العشاء رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد ميزانه، هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك، وإن بعض الشيء أن يتقوى فلا بأس، أما من قواه الله على إحيائها فذلك سنة وقربة. جزاكم الله خيرا. يعني بالصلاة والقراءة، الصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بذكر التاريخ لعلها تقصد هذا سماحة الشيخ؟ ولا مراد التاريخ. ليلة 21، ليلة 20 أو كذا. هذه الأفراد اللي قالها أفراد، لكن نعم. السنة نعم. السنة هي الليلة كلها، هذا السنة. وإذا أحيا الإنسان منها الأوتار 21 23 25 27 29 فلا بأس، لكن أفضل الإحياء كلها، لكن هذه الأوتار أولى بك يعني أولى بالإحياء متأكدة، لأنها أرجع إلى القدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في كل وتر، في بعض الروايات التمسوها في العشر الأواخر يعني الليلة، لكن الأوتار أرجع الليالي 21 23 25 27 27 وأرجعها الليلة السابعة والعشرين. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا العشر الأواخر تبدأ من تاريخ من 21. بارك الله فيكم.